السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين هانين؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ انا اليوم غدا جيت لكم بهذا الفيديو، غدا لواحد الخطبه، بقاو معايا ان شاء الله تتشوفوا. وخرجت للشانطي وانا دابا ركبت مع واحد السيده حتى هي غدا الخطبه، نيه والناس ملاح، قال لك ما ديرش ما تخافش، مول النيه زينه راه ديما كيربح. ايوا حنا غاديين عند السيده، بقاو معايا ان شاء الله. انتو ها حنا راكبين على الكروسه، بقاو معايا تتشوفوا يعني الخطبه كيفاش غدوز. انا حبيت اليوم نشارككم معايا. هانتوما خوتي، ها حنا قربنا للخيمه اللي غادي اللي غادي معروضين لها الخطبه. بقاو معانا ان شاء الله. انتونا راه غاده بالقتيب، القتيب راه حتى هو رجع موديلو ديكور. قالوا خوتي سمعت الخطبه، قالوا راه فيها المغنيه. ايوا ان شاء الله قلنا نشطون، حيدوا علينا الهم والحزن والغم. ايوا الحمد لله، واحد هو اللي مره يخرج عايش. وخرجنا عن فوق جو، والله لا خرجنا عن فوق جو ونساو الهم شويه. اش عنديرو الخيمه هي كتقتل، هذا ما يبقى مخشي. ايوا قلنا نخرجوا نضربوا هاد الدويره، نفوقوا شويه على قلوبنا شي مكان. وبقاو معايا ان شاء الله تشاركوا معايا البلاصه اللي مشيت لها ان شاء الله. راكم غتشوفوها، تفرجوا في الفيديو، ديروا اشتراك وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصحاب، وديروا شي جيم وشي كومونتير زوين. الله يسهل عليكم يا ربي. انتو اخوتي رانا وصلت البلاصه اللي غاديه ليها عند الناس، واليوم راه دراعي غيضرني هاتوك ما كتشوفوا، راني شاده التليفون غير باليدين، نسيت العصايه ما جاتش. الله يستر، راني تبلوكيت والدماغ ما عرفتش منين مشريه، بقاش عندي العقل ما عرفتش علاش نسيتها وضربت النص في الطريق، علاش فكرتها ما بقاش قدرت ترجع ليا داكشي علاش. ايوا دابا انا وصلت وراني باكه بالصحه والسلامه ان شاء الله، وناس فرحانين والله يكمل عليهم ان شاء الله بالخير وبالرحمه ان شاء الله، وكلشي يجعل فيه ربي باركم سعودي ان شاء الله. ايوا بقاو معايا تتشوفوا داكشي من الاول حتى الاخر، تبعوني ديروا لي شي كومونتير، شاركوا الفيديو مع العائله والاصحاب، الله يسهل عليكم ان شاء الله يا ستي ربي. وبقاو معايا غنحط لكم الفيديو ناضي ان شاء الله، دخلوا تفرجوا وفوجوا معايا. راه حبيت نفوج، انا قلت نفوج معايا المشاهدين، ندير لكم حتى انتم شي فيديو، دخلوا تفرجوا. هانتوما كما كتشوفوا راه الدجاج كيطيبها هوايا، وهي ما دايره، انتم عارفين انا في الغيبه راني غايبه الخضره. هذا راه الدجاج هوايا، هذه راه السفه هي، داكشي زوين تبارك الله، الله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وي انا راه غندير عرس تاريخي، انا راه غندير ويبان فيه في التلفازه. امين امين، سير للجميع ان شاء الله. هانتوما راه اي بلايصه بانت ليا زوينه، نحب نوريكم هادشي. راه ديال العروبيه، العراس ديال العروبيه، الخطبه ديال العروبيه هكا كتكون. هانتوما مرحبا بكم. هانتوما هي السفه الطيبه، هي داكشي ديال العروبيه ديال الناس بسيط جدا. هذه البرمه ديال السفه هي مردوده كما كتشوفوا ان
كما كما كتشوفوا الاجواء ديال العربيه يعني شي حاجه بسيطه جدا، وهذه الخطبه اللي مشات حضرت ليها الناس يعني قراب يجيو الناس اللي جايين يخطبوا في البنت. ايوا هنا بنتك وبقاو معايا تتفرجوا تشوفوا كلشي الفيديو من الاخر، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. هذه الخطبه ديال الربيع يعني خطبه بصحه بزاف، كلشي زعما على قد الحال الحمد لله، ناس دراوش ناس بصار. ايوا كلشي اللي كاين اخوتي شي حاجه ما بغيتش عليكم، عرضها للناس العائله ديالها اصحاب احباب، انا غير صديقه يعني ما كنجي في العائله من اللق. ايوا نتوما كما كتشوفوا دابا كنصور العريس جد، ايوا كما كتشوفوا معايا ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا، حيت ما قادرش نغوت مع حدايا الناس، ما قادرش نغوت بزاف ما ضرش شويه كنت نغوت، يقول يا وليدي ما كتسطيش ولا كتغوتي بجد، داكشي علاش كنهضر بشويه. نتمناكم تسمعوني ان شاء الله يا ربي. ايوا تابعوا معايا الفيديو، يعني كتكوني في واحد البلاصه وبرانيه كما كنقولوا، كتكوني جامده فهمتي، كتكوني ما داسراش ماشي يعني ما ومن اللي جيت انا كنحاول نصور لكم شويه شويه الناس شويه شويه مهم. نتمنى هذا الفيديو يجيبكم ونال الاعجاب ان شاء الله. ايوا المشاهدين ديالي هانتوما شوفوا، دخلوا عندي تفرجوا الفيديو، ديروا مشاركه ديروا لي اشتراك وبارطاجوا الفيديو مع الاصحاب، شي تعليق فيه شي كومنت ان شاء الله. هذه هي يعني ديال الاجواء في العربيه، يعني ديال الخطبه في العربيه تكون حاجه بسيطه جدا جدا. نتمنىكم تقابلوا علينا في الفيديو، تقابلوا علينا فيديو بسيط وناس بسيط وهادشي اللي كاين. المهم خرجنا بعدا نبدلو الجو شويه، نبدل الجو يريح النفسيه شويه، تخالط مع الناس ماشي بحال يبقى جالس بوحدو كتكون القضيه شويه صعيبه. يلا هاد الفيديو المهم نتمناكم تفرجوا فيه وسلام عليكم، مازال غندير لكم فيديو اخر ان شاء الله في جوائز العريس. وهادشي اللي كاين حيت التليفون كيعمر خصني نحيد الفيديو باش ندير فيديو اخر. السلام عليكم، الله يعاونكم، تهلاو ليا فراسكم.